دابا على البريوات ديالنا وجدو طويين زويونين هانتوما، ما كتجي الورقه لا ما كتهرس ولا والو، ناضيين. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نقليوهم ونعسلوهم، والمقادير والطريقه ديالهم كيفاش كنستعمل اللوز والورقه الطوي ديالهم القلي ديالهم التعسيله، غادي يكون في الفيديو قدامكم في اليوتيوب. شادوا على الفيديو ان شاء الله، غادي نحط لكم هذه الصوره ديال هذا الطبق، وهانتوما شوفوا معايا وكيجيو البريوات عائلين تبارك الله.